استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في مكتبه بالقيادة العامة الفريق أول بحري ظفر محمود عباسي رئيس هيئة أركان القوات البحرية الباكستانية، والوفد المرافق بحضور سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان. ورحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين برئيس هيئة أركان القوات البحرية الباكستانية والوفد المرافق، مشيدا معاليه بعلاقات الصداقة المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية وما وصلت إليه من تطور ونماء في مجال التعاون العسكري.